معكم سنفوز فوزا عظيما. خذا من عثرة الدهر حذارا وإنصافا فظناه اغترارا. وقد يبدي نواجده العفرنا وقد عزم افتراسا لافترارا. وليس بذي حجا وليس بذي حجا من ظن صفوان بدهر ما سعى إلا عثارا. ولو راع الزمان ولو راع الزمان فخار حر رعى للآل فخرا لا يبارى. أجل العالمين علا وأمدى وأكرم من وطن غبرا نجارا. أغار عليهم من كل فج بكل شجن يعيد الماء نارا. كيف يمكننا أن نتصور الزمان الجائر الظالم القاتل أو الدهر المسرف في الظلم والجور؟ أهي الأيام والليالي؟ أهي الساعات والدقائق واللحظات؟ أهي الأرض؟ أهي السماء؟ أهي الشمس؟ أهي القمر؟ هذه هي التي ظلمت آل الرسول، هي التي قتلت آل الرسول، هي التي أهانت آل الرسول. الأرض مات والليل والنهار إنما يجريان حسب تقلب الأرض ودورانها حول نفسها وطلوع الشمس وغروبها. الشمس نور تضيء لنا الأرض، القمر أيضا، الهوى نستنشقه ولولاه لما رأيت حيا على وجه الأرض. إذا كل ذلك غير مفسد وغير قاتل وغير ظالم وغير. إذا كيف يعبر الشعراء في أشعارهم وينسبون الظلم والجور والقتل والفساد بجميع أقسامه إلى الزمان؟ أترى أنهم يقصدون المظروف باسم الظلم؟ أهل الزمان، أهل الدهر، هم الظلمة، هم المفسدون. الإناء ينضح بما فيه. يقول الشاعر: وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. الليالي والأيام بريئة والشمس والقمر والأرض، بل جاء أن الأرض تستغيث من أعمال من عليها من أهلها وتضج إلى ربها. إذن الظالمون هم أهل الزمان، أهل الدهر، هم الذين أفسدوا الليالي والأيام وحولوها جحيم بظلمهم وجورهم وفسوقهم وفجورهم.
والذي أهان أهل البيت وقتلهم إنما هم أهل الزمان، مو الزمان نفسه. نعم، لم يراعي أهل الزمان شرفا لشريف ولا كرامة لكريم ولا فضل لفاضل، بل عمدوا إلى أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقاء، فأرادوا أن يخلوا جوهم منه. وما من شيء دخلت فيه تلك الأمم السابقة إلا ودخلت فيه أمة محمد بصورة أعمق. مثلا نرى أن القرآن يتحدث عن قوم لوط المفسدين الساقطين، وأنهم يقولون لبعضهم بعض: اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ذو الأطهار ما ينغمسون ويانا فيما نحن فيه، فما لهم مقام عندنا، أخرجوه. فجريمتهم في المجتمع طهارته. طبعا ما من أمر دخلت فيه تلك الأمم إلا ودخلت فيه هذه الأمة وزادت عليه. أولئك نادوا بألسنتهم: أخرجوا آل لوط. وأمة محمد نادت بكلا المنطقين، القول والفعل معا. فأفعال أهل الزمان يقولون بها: أخرجوا آل الإسلام، آل الدين، آل الإيمان من قريتكم، من شعوبكم، إنهم أناس يؤمنون بالله ولا يعبدون الأصنام كما عبدها الكثرة الكاثرة من الأمة. قبل أن يجيء الإسلام، أصنام الناس حجارة وجمادات من ذهب وفضة وخشب ونحاس وغير ذلك، فهي وإن كانت أصنام لكنها ليس لها ضر كما كان لأصنام المتحركة الآمرة الناهية. تلك الأصنام حطمها الإسلام طبعا، ولكن الأمة استبدلتها بأصنام متحركة ناطقة آمرة ناهية مريدة. وهؤلاء الأصنام هم الملوك والذين يسمون خلفاء وأمراء للمؤمنين، كأمراء بني أمية وأمراء بني العباس. فمركزهم في الأمة أصنام يتعبدهم الأمة بأكثريتها الساحقة. إن الأمة ترى أوامر هؤلاء ونواهيهم بل وتصرفاتهم وأفعالهم وأعمالهم كلها منافية للإسلام، ولكنهم أطاعوا وامتثلوا حبا لطاعتهم وكرها للدين، حبا للباطل وكرها للحق. فأطاعوهم على علم بما هم فيه طبعا كاليهود الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، طبعا ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم علموا منهم الكذب والافتراء حسب إيحاء مصالح تخص أولئك الأحبار والربان. فلا يقول إلا ما هو في صالحه بغض النظر عن مصلحة دين أو مجتمع، ومع علمهم بهم بأنهم كذابون ومفترون وضالون ومضلون، مع هذا أطاعون.
اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا وأمة محمد اتخذت الملوك والرؤساء والخلفاء أربابا من دون الله. فما من طاغية من هؤلاء الطغاة إلا والأمة تعرف اتجاهه وأعماله وما ينطوي عليه في نفسه، وتعرف جميع أعماله واتجاهاته وتصرفاته كلها مخالفة للإسلام، وأن الدين الذي ينتمي إليه إنما هو دين المصالح له ولمن في طبقته وليس هو دين الله. ومع هذا العلم أطاعوه واتبعوا هذا الدين الذي هو دين الملوك والطواغيت وتركوا دين محمد. وقد مرت على هذه الأمة 11 تجربة ب11 إمام، كل إمام لم يهل جهدا من دعوة الأمة إلى أن تعود إلى دينها الذي هو دين محمد. أولهم أمير المؤمنين، وهذا الأمر إلى أن قرحوا قلبه وأخيرا قتلوه. جريمته أنه يدعوهم للعودة إلى دين محمد. ثم جاء دور الحسن سلام الله عليه، ولو لم يسلم زمام القيادة لقتلوه كما قتلوا أباه. ولما أصر الحسين إلا أن يبقى على موقفه قتلوه تلك القتلة التي لم يجري مثلها في التاريخ. واعطف على الحسين باقي الأئمة، فما منهم إمام إلا ودعا إلى الله. مهما تكون الظروف قاسية وخانقة يؤدي واجبه ويدعو الأمة إلى طاعة الله ونبذ عبادة الأوثان، ولكن الأمة لم تتجه إلى ذلك النداء ولم تصغ له. 11 إمام خاتمتهم هذا الإمام العظيم الحسن الزكي الصفي الخالص الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه. هذا الإمام الذي هو مدة إمامته مدة قصيرة جدا، والظروف التي يعيشها خانقة جدا، 6 سنين عمره كله 28 سنة، إمامته 6 سنين، قضى أكثر أيام هذه 6 سنين في السجون والمقامي، واكب 5 خلفاء أو 4 وعلى الأقل 3، المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد. وعلى الأقل واكب وعاش خلافة 3 وهم المعتز والمهتدي والمعتمد. وهؤلاء مع قصر مددهم في الخلافة، بعضهم 5 أشهر، بعضهم 6 أشهر، بعضهم 2 شهر أو 3 بس فقط، ثم يقتل، لأن الدولة العباسية أولها فارسي. ولما انقضى دور الفرس جاء دور الأتراك في أواخر الدولة، فكان الأتراك كل شيء في الدولة، وبالأخص مراكز القوة كرئاسة الوزراء وإدارة الأمور، وأهم من ذلك والجيش. فالجيش أغلبه تركي، وهؤلاء لا يحملون الدين
وإنما يحملون مطعما. ولهذا اتفقوا مع الأمراء بغض النظر عن الخلاف بين الخليفة والجيش، إذا كان عندهم اتفاق تام على أنهم أعداء جميع للدين، الدين الذي لا يتوافق مع أطماعهم ورغباتهم هو دين محمد صلى الله عليه وآله. فالخليفة إنما له الاسم فقط، والحكام الحقيقيون والذين لهم التصرف التام إنما هم القوات وزعماء الجيش. فإذا لوى عنقه الخليفة لا يوافق على أمر ما، مصيره القتل والفناء ونصب غير مكان. ففي ظرف سنة وستة شهور خلفاء أربعة أو ثلاثة على الأقل قتلهم الأتراك. ليش؟ لأن جرى خلاف بينهم طبعا على الرغبات وعلى المادة وعلى المصالح وعلى وعلى. إذا خالفهم الخليفة في أمر ما قتلوا وجاءوا بعباسي غيره. فالحكام إنما هو الجيش بقواته وجنوده. والواقع من ذاك الزمان إذا ما يصير الجيش مدلل وأن كل شيء لا يثبت الحاجة، لأن الشعب ليس معه طبعا. إذا كان ظالم وسلط ذول العلوج على الأمة، ترى أفراد الأمة راضي عنه، وإذا كانت غير راضية يقدر أن يحرك ساكن مع الجيش الذي هو القوة وبيده الأمور؟ ما يقدر طبعا. فهو يلجأ من عن الشعب إلى قوة الجيش. نعم، الذي يعتمد على الأمة وعلى الشعب ما يهم جيش قوي الله. شاعر في وصف خليفة من خلفاء بني العباس، والظاهر أنه المتوكل، هذا الرجل الذي يسمى رجل حديدي، هذا الرجل المبغض لأهل البيت الحاقد المعقد، يقول: خليفة في قفص، خليفة في قفص بين وصيف وبغاء. وصيف قائد تركي، وبغاء قائد تركي، والخليفة أسير لهذين القويين، فكأنه متوا على اصطلاحنا او ببغاء في قفص محصورة ما تتحرك وليس لها ارادة في نفسها، مسجونة. خليفة في قفص، قفص سياسة هذين الرجلين، مصالح هذين الرجلين. خليفة في قفص بين وصيف وبغاء، يقول ما قال له كما تقول الببغاء. سواء كلامهما معقول او معقول، حق او باطل، ميه الميزان. ايه هذه ارادتنا تنفذها ولا؟ نعم، يتعاونون معه على ظلم الامه وبين حق اهل الدين وبالاخص اهل الدين. والذين لهم حرية والذين لا يوافقون على ما هم عليه اولئك الطغاة، ذو
يشكلون سوق نقمة ويتساعدون مع الخليفة على قتلهم وتعذيبهم، لأنه يتفق معهم في هذه المصلحة. وعلى أن يوفروا له ما يريد من شهوات ونزوات نفسية. كالمتوكي يقول المؤرخون إنه احتوت قصوره على 4000 جارية فقط الجواري، من كل لون ومن كل لسان. 4000 جارية. وشغل طول الليل سكر ورقص أشغل. ففي النهار هو ذلك المتزمت المشبخر المتكبر الجبار العلي، والذي سيفه يقطر دما من أعناق الأبرياء. وفي الليل وذلك الرجل المخنث المنحط. فيرتد من وراء جدام كما هي عادة كثير الآن من المترفين، وخصوصا في الغرب، لذة من وراء جدام. إذا ما يحصل من جدام من وراء. والابن الرومي الله يرحمه الشاعر المشهور قصيدة أوردها صاحب مقاتل الطالبيين أبو الفرج الإصفهاني، ظهر نجيمية، يذكر فيها لابن العباس هذا. أولا يقولون أي بنو العباس أن آل علي سود، مو بيض، مو حمران، بيضان، يعني ألوانهم حائلة فيها للسمرة. فيقول لهم ذول عرب ما عرقت فيهم الأتراك، ذول مو خلوا نسوانهم وراحوا ورا الصبيان وخلوا نسوانهم للأتراك يحملونهم. فانتم اولاد عرب، انتم اولاد اتراك. ويقول في بعضها ما معناها انكم تتخذون الغلمان لا للخدمه، ما لكم حاجه في خدمتهم، تملؤون بهم القصور يسوون بهم، وانما لنيككم ايها المأمونون. ثائر شتم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن لنا حقا قد ابتزه منا أهل الأبن، فما من خليفة، خصوصا إذا كان يبغض أمير المؤمنين كالمتوكل وينصب له العداء، إلا ويبتلى بهذا الداء فيكون أرضا يوطى. يدخل من ذلك المجلس الذي قد تزمت فيه إلى مجلس آخر، وهو مجلس العربدة والطرب والرقص، وإذا هو أحق حاضر في ذلك المجلس خلقا، يلبسون ثياب ما للرجوس مصبغات لباس نساء، وشغلهم الطرب والرجص، الخليفة يتساوى مع خادمه. وفي ذلك المجلس عدو الله أحضر الإمام العلي الهادي يريد يسكر وياه، لولا الكاس إلا اشرب بكلة حياة، لكن نحي عني فوالله ما خالط لحمي ولا دمي. قال لك قد أعفيتك ولكن أسمعني، يعني غنيني، قلت أنا لا أروي الشر، لا بد من ذلك، أما تشرب له تغني ما يصير. فغنى له الإمام، لكن غناية مو أطربته أبكته. أين الملوك؟
صوت الإمام. أين الملوك وأبناء الملوك ومن قاد الجيوش؟ ألا يا بئس ما فعلوا، باتوا على قلل الأجبال، تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وودعوا حفرا يا بئس، حفرا يا بئس ما نزلوا. نادى بهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأسرة والتيجان والكلل والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تنتقل. قام يبكي المتوكل وألقى الكاس من يده، وكل من في مكانه جمد، فلا الطابل يطبل ولا صاحب العود أبد حتى يتحرك. وأمر بالأمن، أمر الإمام أن ينصرف، وظل هو في حزنه على طيحة حظه. شهدنا عمي الإمام واكب على الأقل اثنان من هؤلاء من الجنس من الطغاة، المعتز والمهتدي والمعتمد. أطول مدة عاشها في الملك المعتمد ببركة دعاء الإمام الحسن العسكري. وإذا فأولئك الاثنين والثلاثة اللي قبله ومنهم المستعين 3 أشهر 6 أشهر في ظرف سنة ونص ثلاثة مشوا قتل، يوقع خلاف بين الخليفة وبين الجيش، دخلون عليه قتلونه. ومع قصر مدة ملكهم ما استغنى ولا واحد منهم أن يترك الحسن مع الناس يعيش في بيته، فما منهم واحد إلا وقد أدخل الإمام السجن. فست سنين بأبي وأمي قضى أكثر أيامها في السجون والمطامع. فمن السجون التي دخلها سجن صالح بن وصيف ومعه أخوه جعفر. يقول أبو هاشم الجعفري حبسنا في هذا السجن، فبينما نحن يوم في السجن وإذا قد دخل الإمام ومعه أخوه جعفر جايبينه من السجن. أي الله. يقول فخففنا إليه، قدم أبو هاشم الجعفري يقول قد سلمت عليه وكفلت وجها وأجلسته على مرفقة كانت عندي، فجلس وجلس بالقرب منه جعفر الكذاب أخوه، وإذا بجعفر يصيح وشيطنا بأعلى صوته، شيطن جارية من جواريه حبها. فزجره الإمام وقال له اسكت. يقول أبو هاشم وكان معنا رجل من جمح يقول أنه علوي، إحنا ما ندري هو جمحي أو جمحي، لكن يدعي أنه علوي وإحنا ما نعرفه. فلما دخل الإمام قال لولا أن فيكم من هو من غيركم، أي من غير الشيعة، لأخبرتكم متى يفرج الله عنكم. ثم أشار بيده إلى الجمح فخرج، فقال هذا الرجل ليس منكم، وإن في ثيابه لرقعة كتبها عنكم يريد أن يوصلها إلى الخليفة. يعني هاي جاسوس بصورة سجين. يقول أبو هاشم ففتشنا ثيابه فوجدنا تلك الرقعة يذكرنا فيها بكل عظيمة، ومن جملتها يدعي أننا نريد أن ننقب السجن ونهرب. وبقي في ذلك السجن، وكل يوم الخليفة يسأل صالح بن وصيف
الصلاة والصيام والعبادة. حتى سأله يوم عن فأجابه بمثل ما يجيب في كل مرة، فقال اذهب إليه وأخرجه من السجن وبلغه سلامي وقل له ينصرف إلى منزله. يقول فأتيته وقد لبس ثيابه وشاشية نوع من اللباس، فأبلغته رسالة الخليفة فقام وركب بغلا له قد أتي به وكأنه عالم بأنه سيفرج عنه، فركب على البغل وقف ينتظر. قلت يا سيدي ما الذي تنتظر؟ قال جعفر. قلت إنما أمرني أن أفرج عنك وحدك. قال خرجنا من بيت واحد ولا نعود إلا معا، أنا أرجع وخلي جعفر بالسجن، أرجع فأطلقه كرامة لأخي. الحاصل ما بقي ظالم من هؤلاء الظلمة الذين عاش معهم الإمام أو تحت ظل حكمهم، ما منهم أحد على قصر مدة استغنى عن حبسه. صالح بن وصيف يجوه العباسيون كلوا لضيق على هذا الرجل بعد لا يطلع يموت، ألبسه كيدا ثقيلا أجعه حتى تسوق صحته ويموت. شباب بعده عمره 26 27 سنة شباب. يقول ملا، فقال ما الذي تريدون؟ لقد وكلت به اثنين من اشر خلق الله اولاد الشارع، يعني ما بهم انسانية، عايشين بالشارع، وما مضت الا ثلاثة ايام واذا بهذين الرجلين قد صارا على مستوى عظيم من العباد. شغلهم يصلون ويا الإمام. ثم دعا الرجلين وقال ما لكما ولهذا الرجل؟ انتوا وين والصلاة وين والصيام وين؟ قالوا له وما تريدنا أن نصنع مع رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله ولا ينطق إلا بقرآن أو دعاء أو ابتهال، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا هيبة له، شو تريدنا نسوي؟ وهكذا ما من ظالم إلا وأودع إمامنا السجن. وآخر سجن سجن عند نحرير أو نحير التركي، هذا الرجل كان قاسي جدا وكان يؤذي الإمام. أما هم سجون عامة، لا، هي سراديب البيوت. المجرم الخطير في نظر الدولة ما يحطونه في السجون العامة، لا، يجيبون بيت من بيت من بيوت الضباط الكبار ويسجنونه بالسرداب. فالإمام في سجن نحير أو نحرير بقي مدة وكان يؤذيه ويسمعه ما يكره، إلا أن زوجة نحرير لما رأت ما عليه الإمام من التقى والعبادة والصوم اجتنب ودها حتى تشيعت وانتقدت إمامته واستبصرت وصارت تعارض زوجها. تقول لي يا رجل ما أنت وهذا الرجل؟ ليش تهينا؟ ليش تسمعه؟ ليش؟ قال لها زوجها وما أنت وذاك؟ فقالت إني خائفة. قال مما؟ أتخافين منه؟ نعم أخاف منه. على من تخافين؟ عليك. أنا لا أخاف عليه منك، لا، بل أخاف عليك منه. قلها أنا نحرير، تخافين علي من هذا؟ قالت نعم، هذا أقوى منك ومن خليفتك، فأنت وخليفتك عبيد
وهذا رجل أقوى، هذا عند الله. يا رجل إني أرى وجها لو سأل ربه أن يطبق هذه على هذه لفعل. وأخاف تثير يوم ويدعو عليك وتصبح أنا أرملة وأولادي يتامى. قال لها جوابا لخطابك لألقينه إلى السباع، وبالفعل راح واستأمر من الخليفة أن يلقيه في بركة السباع فأذن له. قال أنا أريد رجال من الشكل من النوع أدوها الجرة. فأجيعت السباع ثلاثة أيام ونصف الليل أخرج الإمام الحسن العسكري من ذاك السجن وذبه بين السباع في تلك البركة بها 40 أسد. معلوم أن الأسد إذا جاع ماكو شيء يوقف في وجهه ما يهمش. ألقاه في بركة السباع وأقفل عليه ورجع ونام بالبيت كأنه ما صنع شيء، ضمير ما عنده، مو إنسان. ومن الصبح إجا يريد يتفرج على عظام ابن الرضا، عظام الحسن العسكري الآن مبعثرة قد أكلته السباع. فلما نظر وإذا بالإمام قد فرش بردته وهو يصلي والأسود رابضة من حوله كالغنم. هاي طار عقله نحرير على رواية، طار عاقل وأحس أنها ستكون فضيحة وستجلب الأنظار من الناس لهذا الرجل الذين هو وغيره يريدون أن يخفوا ذكره. إذا عرف الناس أن 40 أسد ما بينهم إنسان وهم من حوله يبركون لا يحركون ساكن، هاي عجوبة. إذا دخل من غير عقل فتح الأقفال ونزل يريد يطلع الإمام بالقوة، فما أن دخل ووطأت رجله أرض البركة إلا ثارت الأسود، وإذا كل عضو من أعضائه في فم أسد. راحت الأخبار للخليفة فجاء بنفسه حتى وقف ينظر، وإذا الإمام جالس على بردته والأسود من حوله أو عظام نحرير راحت مفتتة. خليفة وقف وقال السلام عليك يا ابن رسول الله. فقال وعليك السلام، لكن لا أحب أن تسلم علي في مثل هذا المكان، هذه فضيحة عليكم. قال يا ابن رسول الله ما فعل بك هذا بأمري وما فعل نحرير بإرادتي؟ فقم واخرج. نهض الإمام وجاء نحو درج البركة وإذا بالأسود قامت تمشي صفا واحدا من خلفه، وكان اعتبرته عندها شنو؟ ضيف له كرامة. إذا جاك ضيف له كرامة في نفسك إذا أراد يمشي تمشي وياك شيعة. صعد الإمام على أدنى درجة من الدرج، وقف مقابل للأسود وهو يشير إلى كل أسد فينصرف إلى مقره مربضة حتى بركت الأسود في مرابضها، وخرج الإمام وتلقاه السلطان وضم إلى صدره وأخذ يعتذر إليه. ثم قال يا ابن رسول الله أريد منك شيئا، هو أن تدعو لي بطول العمر وبقاء الملك، أصير مثل غيري من قدم لي ذولا 6 أشهر 8 أشهر 5 أشهر. فقال الإمام مد الله في عمرك وأبقى لك ملكك. شو الإسلام يني على أن تدعو لبقاء الظالم، أو تريد بقاءه أو تحب بقاءه ولو لحظة؟ وهذا ظالم من الظلم. فشلون
دعا الإمام له بطول البقاء وبقاء الملك. ممكن أن يقال أن الإمام يعلم دعاه أو لم يدعو، يعلم بمدته التي سيبقاها في ملكه وأن مدته 20 سنة، فجاء بالدعاء وفقا لما هو مقدر لهذا الشخص من البقاء في الملك. والواقع أنه ما بقي بدعاء الإمام على هذا، وإنما له مدة مقررة في علم الله، والله عالم بأنه سيبقى هذه المدة، ولكن على الظاهر سيكون البقاء ببركة دعاء الإمام. ولكن ومن يفعل المعروف في غير أهله يجازى. وإذا بهذا الرجل الذي بقاه في الملك ببركة دعاء الإمام، إذا لم يعش الإمام في ملكه إلا مدة 4 سنين، وقد أدخله في سجنه مرات وأخيرا أذاقه السم، وما اكتفى عن سمه له من حين سقاه السم ومرض بأبي وأمي، أنفذ له أطباء من بلاط، أطباء عملاء الدولة يشتغلون عند الدولة، ليش؟ حتى يجيبوا له طبيب من خارج نطاق الدولة فيكتشف سبب المرض. شنو هذا؟ يكتشف أنه مسموم. فوجود الأطباء الرسميين عند الإمام مانع من أن يؤتى له بطبيب من الخارج، كما أنه أمر 5 من أقرب الناس إليه، يعني الخليفة، أمرهم يلازمون الإمام ليل ونهار حتى لا يدنو له أحد من شيعته وأحبته. ثم دعا برئيس القضاة وأمره أن ينتخب من العلماء من يرتضيه في دينه وأمانته، يعني نصح إلى الخليفة لحتى يلازمون الإمام الحسن العسكري في مرضه. شلون؟ كل ذلك أحاطهم بهذا السياج الرسمي حتى لا يصل إلى أحد من أهله ولا من شيعته أبدا. ثم إنهم يطلعون على كل شيء يقوله الإمام، كل شيء يفعله. هكذا بقوا عنده 7 ليال و8 أيام ملازمين ليل ونهار لأن الليلة 8، وإذا بالإمام قد عادت إليه صحته كاملة وكأنه لم يصبه شيء، وإحنا هاي نسميها صحوة الموت طبعا. لكنهم لما رأوه على ذلك الحال وأنه قد صح وأنه كأن لم يصبه شيء، يئسوا من موته وتفرقوا عنه، ولم يبق معه إلا صيقل الجارية وصقيل الجارية وعقيد الخادم. وهذا الرجل الخادم ربى الحسن العسكري وخدم الإمام علي الهادي سنين، هو الذي ربى الحسن العسكري. يقول عقيد في تلك الليلة كتب الإمام كتبا كثيرة ووجهها للمدينة وغيرها، ولكن بعد نصف الليل دفعة واحدة انهارت قوته وتغيرت أحواله بأبي وأمي. وقرب الفجر طلب ماء وقال يا عقيد اعتني ماء قد أغلي بمصطكى. ماذا دواء؟ ولعل هذا الشاب هذا بخاصية يجمع الأوساخ، أوساخ بالماء، طبعا ماء الشط لازم بيشي من الطين. فأغلي لهم ماء بمصطكى، ويوم جابوه إلى وناولته صيقل القدح وصقيل القدح، وأخذ القدح بيديه كانت يداه ترتعشان، فكلما قرب القدح من فمه ضرب القدح ثناياه، طرح القدح
وقال يا عقيل ادخل هذا البيت تجد هناك صبيا ساجدا قل له ابوك يدعوك. يقول عقيل دخلت واتحرى وما عهدت ان هناك صبي، فلما دخلت وجدت صبيا يصلي على حصير وهو ساجد، قلت له سيدي ابوك يدعوك، فاوجز في صلاته واذا قد دخلت صقيل وهي ام الصبي وقبضت على يد ولدها قالت لبني قم يا بني قم يا حبيبي يودعك ابوك. خذت بيد الولد وادخلته على ابيه، فلما راه فتح باعه واحتضنه واخذ يوصيه بما اوصاه به ابوه واودعه اسرار الامامه وعلوم الانبياء ومواريثهم، ثم قال يا بني اسقني ماء. يثى الامام الكائم على ركبتيه، ابوه مضجع، رفع راسه وحط راس ابوه على ذراعه واخذ القدح باليد الثانيه ووضع القدح على شفتي ابيه، فشرب الامام من الماء جرعه ثم نحاه عن فمه وقال له وضني يا بني. وضني للصلاه ما اقدر اتوضا. من الروايه فمسح الامام المنتظر غسل وجه ابيه ويديه مره ومسح بفاضل البلل على راسه وقدميه، ثم وجهه للصلاة فصلى الفجر على فراشه، ولما انفتل من الصلاة دار عينه في الحاضرين مودعا، ثم قال يا بني وجهني إلى القبلة فقد حضر أمر ربي. وجهه الإمام المنتظر فأسبل يديه ومد رجليه واغمض عينيه وفاضت روحه المقدسه. يقول احمد بن عبيد الله بن خاقان ابن خاقان، صعد المؤذنون عند الفجر على المآذن، تعرف ذاك اليوم سامر هاي بحر من بشر طولها 12 فرسخ بعرض 8 بها الوف في المساجد، فلصحوا واذنوا، واذا مباشره بعد الاذان تعود الظاهره والنداء على كل ماذنه مات ابن الرضوع. يقول احمد بن عبيد الله بن خاقان، فخرج الناس على بكرة أبيهم رجال لسورك السلطان وولي العهد والوزراء وجميع أرباب الدولة والضباط، وصارت سامرة أشبه شيء بيوم القيامة. وأقبل الناس والقضاة والإمام في البيت يغسل، فلما أكمل غسله وهيئ للصلاة عليه، يقول أحمد بن عبيد الله بن خاقان طلعت جنازة الإمام من باب المنزل، وإذا أنا أرى الجنازة على أطراف أصابع الرجال وهم يزدحمون على حمل الجنازة، كلا يريد يصيد ويصيب الجنازة ولو بطرف أصبع من أصابعه. صحيح مظلوم، لكن هكذا شيعت، هكذا اعتنوا الناس منا. ماكو مثل ابن الزهرة، مثل الحسين، لا زينب تشوف بن سعد وجماعته يدفنون أجساد القتلى وتوقف يا أبي وأمي أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد السليم؟ الجواب من بن سعد، اركبوا 10 من الخيل ودوسوا صدر الحسين. زينب واقفه
عند الجسد، والنساء حول الجسد كالحلقة، هذه تدق صدرها وتلك تلطم راسها. وإذا بعشر خيول قد جاءوا يريدون رض صدر الحسين، وقال القائد قوما يا زينب يا نساء، فإن الأمير أمرنا بتجهيز الحسان. قلت لهم وين آلة التجهيز؟ وين المعاول؟ وين الأعمدة؟ ويحتاج لقبور؟ قال قومي يا زينب، إن الأمير أمرنا أن نرض الحسين ظهرا وصدرا بحوافر الخيل. قالت يا ظالم ما كفاكم قتله؟ قال هقوم يا أولى وجشمن الخيل عليكم، أدوسك إنت والنسوان. زينب تعرف من يكلمها، تعرف ضمير ما عندك. وإذا من حين هددها صحت سكينة، بني خذي بيد أخيك العليم، كان السجاد معه. قامت سكينة وانهضت السجاد من عند الجسد وهو ينظر إلى جسد أبيه. أبيه كنت قبل اليوم لا أعرف البكاء، ولا سمحت لي بالدموع جفون. أبي قد سطى داري. تنحينا النساء، بقيت زينب وحدها، شبكت على صدر الحسين بيديها، وضعت فمها على نحره الدامي، وصاحت أخي صدري دون صدرك. رجع قائد الخيل بن سعد، قال زينب هبت أن تفارق الحسين، أنا شو أسوي بها؟ قال دوسها بالخيل. دوسها بالخيل ويا الحسين، ولا تذهبوا بالخيل فاتره، رحموها في حومة الميدان. حموها بالركض في حومة الميدان حتى احمرت أعين الخيل، وقد حشرر من تحت حوافرها لشدة جريها، عطفوا بها على جسد الحسين، وقبل أن يصلوا تحرك جسد الحسين. زينب محتضنة له سمعت من منحري صوت زينب تنحي عنه. من لأطفالي؟ من لنسائي؟ علمت من العزيمة، نهضت من عند الجسد، ومع أن ابتعدت قليلا حتى سمعت تكسير أضلاعي. يا واقفة تنظر إلي أبو علي شفنا اليموت. لإعانة فقيرة